المواثيق نظرية لا تحمي الديمقراطية. يقول المكاشفي في مقدمة زاويته في الأنباء أن قوى الحرية والتغيير اختطت موثقا لحماية الفترة الانتقالية والديمقراطية، يقضي بمناهضة الانقلابات وأنواع الحكم كافة الدكتاتوري والعسكري. واحتوى الميثاق الذي تلاه مولانا إسماعيل التاج على 8 بنود تمثل القيم العليا للثورة في السلام والعدالة والمساواة، كما نص الميثاق على حماية الديمقراطية ومنع البلاد من الارتداد إلى الأنظمة الشمولية، وطالب باستخدام الوسائل المدنية السلمية في مناهضات الدكتاتوريات، وفي مقدمتها الوسائل السلمية والعصيان المدني والإضراب السياسي المفتوح. ويلفت الكاتب إلى أنه وفور مطالعته لهذا الميثاق تضاعت إلى ذهنه ذكرى ميثاق سابق بذات المواصفات وتم صياغته في مثل ذات الظروف، انتفاضة أبريل 1985 كانت اختطته كل القوى السياسية إضافة إلى ممثلين للقوات المسلحة فيما رفضته الجبهة الإسلامية القومية الكيزان. ويشير المكاشفي إلى أن الميثاق الذي كان يحتشد بحزمة من البنود لم يصمد طويلا وانهار مع أول انقلاب في يونيو 1989، انقلاب الكيزان الذي استولى على السلطة بكل سهولة ويسر وجثم على صدر البلاد وكتم أنفاس الشعب 30 عاما حسوما إلى أن أطاحت به ثورة ديسمبر أبريل المجيدة على حد تعبيره. ويتساءل الكاتب هل يا ترى تذكرت قوى الحرية والتغيير ذلك الميثاق ووقفت عنده ودرسته ومحصته واستفادت من دروسه وعبره؟ ويجيب في رأيي أنها لا تفعل ذلك بدلالة أنها تكرر ذات التجربة بحذافيرها. والحكمة الصوفية تقول كل تجربة لا تورث حكمة تكرر نفسها. ويختم المكاشف في زاويته بالقول إن الديمقراطية لا تحميها المواثيق والمخطوطات بل وعي المجتمع وقناعته بها، فعندما تغيب مصدات الحماية الديمقراطية المتمثلة في شعب حريص عليها ومؤسسات مدنية مؤمنة بها ومؤسسات رسمية ترى مصلحة الدولة فيها، فإن الحاكم حتى لو جاء بكل آليات الديمقراطية ومنها الانتخابات الحرة والنزيهة فإنه من السهل جدا أن يصير طاغية دون أن يحرك ساكنة، وتبقى أي مواثيق بلا جدوى ولا تساوي ثمن الحبر الذي كتبت به.